الاجهزه الكهربائيه كذا، مثل الابلين ولا خاصه حسب حجم النشاط. الاجهزه حقك هذه بعد خمس شهور، بعد سنه، بعد سنتين تكون متقدمه وتقدم وصلت ما تفيش المتطلبات ونبدا البرمجيات تطور يوم بعد يوم، بس بعد حجمها تحتاج الى سرعات اكبر الى ادوات تخزينيه اكبر، فتصير بعد سنتين مع الخدمه الثالثه المقبول معها. فاتفاقنا كبير هذه من جديد، بينما استخدام الويب سيرفيسز لا، الكلام يعتبر تحفظ الكثير من المال وتقدر تتحقق وتحدى هذاك البناء التحتيه بشكل اسرع وبشكل اسهل وكل مضمون. كمان حاجه ثانيه انه تحقق البيانات اللي عندك داخل كل الجهاز، وخصوصا داخل حقك الجهاز السيرفر والضرب اللي تستخدمها هذا اعتقد انت لها احسن من شيء. الان الموبايل يعني تكون معظم الموبايلات عندهم في حاجه اسمها كلاود سيرفيس. حتى كان تكون معك ذكر دخلت الكلاود، ضغط تكون اقل عشان تكون جديد، كيف تكون ما زالت موجوده في اسعار بينما اقل قياس حقك اقل قياس حقك من ضغط كل شيء، هذا الطريقه التقليديه بينها وبين حاجه اسمها كلاود موجوده في كلاود سيرفيس. بس الاخير تحفزنا بابي هي هي الفكره هي الاثبات المصداقيه هي الاثبات استقرار هي الاثبات الموجوده هي الاثبات الجانبيه عشان كذا الدكتور حددت مع حقائق الابتكار هذه واحتاج الدقه بناء على المسمار في عده اتجاهات. الاتجاه هو اللي هي البروسيس ريكويرمنت. البروسيس هي احيانا تحقيق الطلبات البروسيس العمليات هذه اهم استهداف العمل، الهدف العام للمشروع طبعا الهدف العام للنظام يبني على مخرجات العمليات التي تحقيقها البروسيس. فالان بالنسبه لك المشروع التجاري يعتبر عباره عن مجموعه من المراحل، مجموعه من بروسيس. كل بروسيس لها متطلبات معينه، وكل بروسيس من بروسيس في العمليه المعالجيه ايش تحتاج فعليا من التكنولوجيا؟ هل وجود التكنولوجيا في الجزئيه مهم ولا مش مهم؟ فانت تكون قادر على اتخاذ القرار، كيف تتخذ قرار وقرار قرار يكون لحد ما قرار صالح، شوف افضل حاجه كم وقع في السوق، من هم المنافسين، المنافسين ايش يستخدموا وقد ايش يستخدم؟ شوف افضل الشركات اللي تحقق وافضل قطاعات الاعمال اللي تحقق نجاح في نفس الاستثمار تبع قطاع الاعمال تبعك. واقع تحط مقارنه وبعدها تاخذ قرار. ما تاخذش قرار بتقيس قرار من راسك قرار قد يكون انت قررت على جسد ما عادش تكون قراراتك مطلوب فيه. نفس الشيء بالنسبه لي الريسورس ريكويرمنت. الشيء اللي وصلت لك في التصنيع. اعتقد تستخدمها عناصر تقليديه بعمليه التصنيع في عناصر بديله ممكن توفر لك الكلفه ممكن توفر لك الجوده افضل. فالشيء كيف يتم اختيار هذه العناصر والموارد ايش التقنيات اللي تساعدك في اختيار هذه المصادر. كمان اعتمدت على انظمه المعلومات في كل هذه المراحل فيكون عامل استقرار مهم وعامل نجاح مهم داخل الشركه. كمان منهم الشركات كمان ضروري انك تقبل حاجه اسمها ريسك توليرنس اللي هي عباره عن القبول بين المخاطر اللي تتغاضى عن بعض المخاطر. هم المسؤول حقك المخاطر صفر، عامل صفر المخاطر، عنده انت مسؤول تقبلها بتعاملك مع الواقع صح الواقع كمان عشان تتعلم ضروريه الشغل. فشل هو المعلم الاول والطريق الاول نجاح الشغل. ما فيش انسان ما فيش نجاح ما فيش تجربه نجحت من غير محاوله. اللي يسوي من منطقه عنصر كهربائي ورابع 47 محاوله ما سماش محاوله في النهايه انه محاوله فشل. هذا المنشار الكهربائي يضيف في حاله واحده فقط ولما يفرغ من الغابه، بقيه الحالات مصباح لا يضيف فيه. ف اذا اعتمدنا انه الفشل يعني انتهى المطاف انتهى الطريق الفشل معناته الاعمال لم تكن تستهدف ما لها من قوه، كل التكنولوجيا هذه كل التقنيات كل الابتكارات اللي كانت في البدايه عباره عن محاولات فاشله. ايش محاولات فاشله؟ ايش محاولات فاشله؟ هي كانت محاولات ما اثبتتش مدى نجاحها مدى نجاحها بعد البحث المستمر بعد العناء المستمر بعد البحث تم نجاح هذه الان كيف ممكن نتوقع كمان عمليه التوقع بالنسبه لي للابتكارات هذه يكون عمليه صعبه جدا بسببين. معنى اسمها فينترز هم متابعين في الموديل في حقيقه الجيوبتي اللي هي العوام من الناس وفي معك حاجه اسمها ريجرز. معظم الناس اللي يستخدمون التكنولوجيا في اليوم جيوبتي يستخدمون نفس التكنولوجيا اللي معظم المعلومات في اليوم تستخدم تقنيات بي اس ال في ناس تخوف من استخدام التكنولوجيا اليوم في اخر حاجه يعني تقدر تكنولوجيا هذه ما تستغرب ما عندها اي مشاكل
أخذت سنة سنتين وكذا مش نوصل بدأ تمام وتبدأ من داخل المقاطع ثلاث دقائق ونصف على الناس يسمون لقف يقولون هاي المقاطع هذا طبعاً الميزات النفسية اللي حققتها الشركة والنشاط التجاري الموجود فيها هذا سبقت نخبر كثير وحققت موقع مهم أو حققت مراكز مهمة داخل سوق المنافسة العالمية. إنما الناس اللي يقولون تدخلين بسقم تكنولوجيا هذا يكونون بعيد من البعد من مراكز المنافسة. والناس اللي بيكونوا بصراره مصدقون صراحه هذول الناس اللي بيكونوا ناس كبير جدا مقاطع كبيره جدا من مقاطعين جدا هذول اللي بيكونوا في صدارات المقدمه بيكونوا دائما هم بس الناس هذول قد يكون لغايه الصداره تقدم الامام قد يخرج بسبب يعني يعتبر نوع من التهور او المحطه الاجتماعيه انهم المغامره غير مدروسه. في كثير من التقنيات الجديده في كثير من الصناعات الجديده طمست معالم صناعات كثيره سابقه بسبب تطرق مدتها بسبب او كان لها طريقه خصيصا في المطر كانت الاسايد المستخدمه في التصوير التصوير الكيميائي التحميل على الطريقه الكيميائيه كل الاصوات سد هذا المنهجيه في الذهاب في تقنيه الجلاس والجزل ظهرت في مكان الكاميرات
خاصة الوحدة اللي راح تطبيق وبدأت مدينة وحكاك المسترشي وطلعت لك وحكاك المسترشي وازن بين الخيارات الأول حاجة بتاع مدينة الخيارات سوزان مدينة مجين تكنولوجيز من التكنولوجيات الصاعدة التكنولوجيات الجديدة اللي مش معروفة لسه إذا كان لابد عليك من استخدام التكنولوجيات هذه فما تعتمدش على تكنولوجيا واحدة على تقنية واحدة اعتمادك الكلي أساس إذا اختفت التكنولوجيا هذه لتحقيق الأهداف المطلوبة منها ما تكون درجة إذا خانت السعر ما تسبب لكش ارتكاسة الحاجة الثانية أن بعد الخيار عندك هذه اختار منها من المتطلبات العالية متطلبات الشعب لذلك إذا أنت الوحيد لاخذ النظام الاقتصادي لاخذ البيئة العمل العقاري الوحيد اللي يقدر يقرر ايش اللي يحتاج بالضبط فهل تدير أكثر يعني تطالع أو تتماشى مع تحقيق أهدافك ولا لا؟ أنت الوحيد اللي تقدر تقرر مش حالة طبعا قرار القرار يكون طلب كمان من المستشارين والخبراء من طرف مختلفة تطرح الموضوع على اللجنة الاجتماع الدربية تقرر أن القيمة الفكرية لابد أن اختيار بمعنى أكثر من اختيارات ايش اختيارات الأقرب اللي ممكن تحقق لنا الأهداف بعد يتم الإجماع على اختيار تكنولوجيا معينة يتم تنفيذها بعد ما يتم تنفيذ التكنولوجيا يتم عليه الإخبار مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف إذا حققت الأهداف هذه بلاقي نسبة على الأهداف ما كنت أعتمد عليها بمقدار 20% ممكن أزود أخليها أعتمد على التقنية هذه الآن 50% لأن الآن هنا عمل عمليات التصميم الاقتصادي أو عمليات التقنية والتقييم عمليات التقييم والحاجة والحاجة حتى اختيار حاجة ثانية بعد اختيار التكنولوجيا يعني الابتكار هذا والتكنولوجيا الجديدة تتناسب إلى أي مدى تتناسب مع تتوافق مع المتطلبات تبع العمل المفروض تكون نسبة عالية مرتفعة بعد كذا إذا في تتوافق إلى النسبة كما الاختيار على المتطلبات يتم تنفيذها يتم اختبارها يعني نطبق هذه التقنية على الابتكار جزء أساسي أو جزء أصيل من مكونات النظام المنشأة العامة بعدها بتعطينا خريطة كان هذا التكنولوجيا اللي تعطينا مفاجأة معينة بقدر قيمة هل حقيقي أداء معدل أداء حسن الخطأ العائد حقيقي ارتفاع قل بناء على الكلام هذا ممكن كمان تقدر تقرر من التكنولوجيا هذه أو باستبدالها بس كمان خلال هذا في مخاطرة في صورة مخاطرة ما في دول يكون في مخاطرة هذا الموضوع